طبعا الأولى على جمهورية مصر العربية في حفظ القرآن الكريم، ونقول الطالبة جنات كل سنة وانت طيبة ومبروك. واحكي لنا بقى كيف كنت تعرفك الأول، وكيف كنت تحفظين القرآن الكريم؟ والله أنا بدأت حفظ القرآن الكريم وأنا عندي 5 سنين. تعرفك الأول جنات أمير محمد من محافظة القاهرة، من محافظة البحيرة، قرية الشعراوي. الشعراوي ما شاء الله، احنا كنا فيها الاسبوع اللي فات. قرية الشعراوي دي سطرت لنا ما شاء الله. احكي لنا بقى مين السبب الاساسي اللي كان داعم لك في حفظ القران الكريم؟ طبعا ده فضل ربنا الاول، وبعد ابويا وامي مشايخ كلهم بلا استثناء. ده اولهم الشيخ محمد عبد الشافي. بدات القران الكريم وانا عندي 5 سنين، وفضل الله ختمته وانا عندي 8 سنين ونص ما شاء الله الحمد لله. وخدت الاولى على الجمهوريه وانا عندي 10 سنين، ولسه واخدها السنه اللي قبل اللي فاتت. تمام، انت عندك كام سنه في الدراسه؟ ايه سنه كام؟ انا دلوقتي في ثانيه ثانوي ازهر. ثانيه ثانوي ازهر، تممت القران الكريم باحكامه وتجويده. الحمد لله الحمد لله 10 سنين. طيب احنا ممكن عشان تسمع حاجه كده قران، نسمع حاجه كده بتحب تسمعيها مثلا؟ زي حسن صالح كده وعباد الرحمن مثلا. تمام، وسوره ايه؟ سوره الفرقان. الفرقان. انت تممت القراءات العشره ولا قراءه حفظ العاصم بس؟ وانا خلصت قراءه حفظ العاصم وخدت فيها اجازه عن الشيخ مصطفى اللاهوني. طيب انا اسالك سؤال بقى، رسالتك بقى قبل ما نخش في القران اللي زمايلك واصحابك، والقران كان عايد عليك ايه؟ يعني هو اثروا عليك انت كطالبه في الدراسه؟ والله هو نعمه كبيره من عند ربنا جدا، بتخلي امورك متيسره جدا. يعني الدروس والمذاكره دي بتكون تقل، لكن بحفظ القران الكريم بتخلي الموضوع سهل جدا بجد. اقول لاي حد دلوقتي احفظ من دلوقتي، ما تحفظش وانت كبير، وانت صغير هتلاقي الحفظ اسهل وهيثبت اكتر وانت كبير. تحفظ كم جزء في اليوم او كم ايه في اليوم؟ اقل حاجه 5 اجزاء طبعا، يعني انت لازم تحفظ كل يوم 5 اجزاء او 6. بتراجعهم بس مش حفظ يعني؟ بتراجعهم. الجديد ممكن ربع. ربع 25 ايه يعني؟ مثلا يوميا. الله، كنت بتحفظي كل يوم 25 ايه؟ 25 ايه وبراجع 5 اجزاء او 6. 5 اجزاء يوميا. تمام. طيب انت العريس بقى ان شاء الله عجبوني لازم يكون قران يعني. ايه؟ العريس لازم يكون على القران بقى. ما بفكرش في ده دلوقتي بس ان شاء الله. نسمع حاجة بقى وعباد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. لا ما شاء الله، فعلا هو دول أهل القرآن، وفعلا يعني فعلا هي دي القرآن ودي أهل القرآن. ربنا يبارك فيك يا جنات، وربنا يحفظك ويبارك لك في والدك ويبارك لك في والدتك وكل أهلك وكل إخواتنا، ونورتينا وشرفتينا وكل سنة طيب. مش عايز تقولي حاجة؟ مفيش رسالة معينة عايزة تديها لحد؟ والله بشكر ربنا وأبويا وأمي طبعا ومشايخي كلهم وبس. احنا بنشكرك. ربنا يبارك فيك. حضرتك طيب. سنة طيبة، ونورتينا في حفل حافظ القرآن الكريم. شرف لي والله، شرف لي. 2200 حافظ القرآن الكريم في مدينة نبويه الجديدة، تحت طبعا رعاية الحاج ضيف الصحيح، طبعا تعرفها خادم أهل القرآن، والحاج محمد الدبابي والحاج ضيف السملوسي، كلهم ما شاء الله ناس كلها داعمين لأهل القرآن.